وانتصار المقاومة هي تهدف إلى شرح مستجدات وتطورات الحرب الإسرائيلية ونتائجها، وأيضا التأكيد على صمود المقاومة الفلسطينية وبسالة شعبنا واحتضانه للمقاومة الفلسطينية، وهي أيضا تقديرا لأمتنا العربية الإسلامية في كل هذه المناطق. واليوم هنا تعبير عن تقدير لأهلنا في تونس على احتضانهم للموقف الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، تقدير للموقف الرسمي والشعبي التونسي الذي بدأ منذ اندلاع هذا القتال وهذا العدوان، حينما خرج الشعب التونسي في شوارع المدن التونسية دعما لأشقائهم الفلسطينيين. وأيضا الموقف السياسي، الموقف الدبلوماسي التونسي كان حاضرا منذ الأيام الأولى وحتى آخر لحظة لوقف إطلاق النار. نعم.